احنا ما جالناش اي اخطار من جهاز حماية المستهلك او المنافسة بشأن اسعار الاسعار اللي ارتفعت في الفترة الأخيرة. احنا نفذنا قرار الجهاز القومي تنظيم الاتصالات بشأن تحديد الاسعار بتاعة كروت الشحن، والتزمت بيها كل الشركات، فيعني ما فيهاش اي شبهة مخالفة للقانون بأي شكل من الأشكال. الجهاز القومي تنظيم الاتصالات حاطط شروط في الرخصة بتعكس الميكانيزم أو الطريقة اللي بنشتغل فيها في تقديم العروض التجارية للعملاء بتوعنا. بيتقدم الشركات بطلب الموافقة من الجهاز على العرض، والجهاز يعني بيوافق على الدراسة اللي مبني عليها تقديم العرض، يا إما بيرفض لو كان عنده أسباب ومبررات موضوعية. فما فيش مجال إن احنا نقول إن التسعير حصل يعني بشكل فيه أي مخالفة لقانون حماية المنافسة. هو قرار من الجهاز والشركات نفذته والتزمت بيه. طيب، قانون تنظيم الاتصالات بيقول إن الشركات من حقها إنها تسعر وفقا للخدمات اللي بتقدمها، ولا بيقول إن التسعير ده لازم يكون نابع وبيقوده جهاز تنظيم الاتصالات؟ الحقيقة يعني سؤال قانوني بقى. الحقيقة هو الترخيص اللي منحه الجهاز القومي للشركات بينص صراحة على أن تتقدم الشركات بدراسة تحليلية. الدراسة التحليلية هو بيبحث فيها عن التكلفة، ولو ما فيش إغراق بيراه أو ما فيش حاجة بتضر مصلحة المستهلك أو مصلحة السوق ما بيعترضش. لو في شيء من هذا القبيل بيعترض أو بيطلب تعديل في العروض الترويجية. طيب، احنا ما نقدرش نعتبر ان رانيا غريب اللي موجودة معانا النهاردة ان هي محامية عادية. انتي محامية دولية بحكم الدراسة والخبرة والمكان اللي حضرتك موجودة فيه ده، وبما انك بتمثلينا وقيادة نسائية كلنا شايفين فيكي تفاؤل وشيء مبشر وفرحانين انك موجودة النهاردة على كرسي نجم إدارة. المستهلك بقى ليه حق عندك، والمواطن العادي له حق انه يسألك بشكل